هاي، اهلا وسهلا. اهلين انسه امال، طمنيني. ان شاء الله قابلتي ابو رشا. مين ابو رشا؟ المخرج. قابلته وعملت تيست ونجحت ووقعت عقد كمان. الف مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيك. تفضل الحلوان استاذ. لا الحلوان عليك. تكوى تكوى؟ شو رك تسم معك شيء؟ نو نو، ام دغويش من جاي. يس. تفضل استاذ. يسلموا. شو عم اشتغل هلا يا درويش؟ انا هلا الامبرزاريوم تبعها. You speak English? I speak English very well. If you don't believe me, you can ask me anything. شو موقع عقد بالقناة الثانية انت؟ ماشي، شلون راح توفي بين التمثيل والوظيفة؟ ولا يهمك استاذ، انا اتفقت مع المخرج يعمل لي تصويري كله بعد الظهر. افطر نون يعني؟ ياش. افطر فيك قبل ما اتغدى فيك. لطيفة الام محمود يا جميل، معقولة ما بدي انا نمشي لحتى تعرفوا للحين؟ منيح اللي طلعتي لها بالكذبة هي تبع رفيقتك بدنا نشق عليها، كان دبقتنا دبق. وليش ما جبتوها معنا؟ مين هلا بده ياخذ صحن الفريكة اللي رح يضل على البيت؟ طمان، ما رح نطلب الفريكة. اتركني اتركني، وانا جاي على بالي الفريكة. بس انت بس منين بدي اجيب لك فريكة انا؟ مضبعود بقى. حدا بيروح بشق على مريض الساعة 3 الظهر؟ ما حدا. بعدين اللي بده يروح يشق على مريض بياخد ولدين معه؟ ما معقولة. معناتها أكيد كسبوا علي مشان ما ياخدوني معه. بس يا ترى لوين راحوا؟ الحق علي أنا كان لازم يروح معه حتى لو كان على المستشفى. لك انزل من على بوري الصبية. انزل زيل هون، خليك ورا. خلصنا بقى. ريت شي غير استاذ؟ يسلموا الدياز. يلا بابا تفضلوا. يلا بابا. لك ريتو ألف صحة. أهلين أهلين أبو سمرة. أهلين أهلين. شو شايفك هون على أساس بدك تسافر على حمص؟ هذا يا سيدي بعد ما سكرت السماعة جاني تليفون ولغوا السفرة. ها أهلا وسهلا فيك، تفضل أقعد معنا. لا معلش أنا عايزن جماعة. لا أخي تعال عود لبين ما يجوا. زحلوا بابا بعد له لعمه سمين. تفضل. كيفك مدام هنا؟ الحمد لله تمام، أنت شلونك؟ والله الحمد لله. لك صحيح بدي أسألك. انت امبارح نمت بالبيت؟ شو السؤال البايخ يعني؟ وين دي نام لكان؟ لا لانه في جماعه قالوا لي انه شافوك بالاوتيل امبارح. لك صحيح الحكي؟ ايه مزبوط. إيه لانه جميل بعد ما اجى من السهره تبعكم اجا تليفون كتير ضروري، قالوا له انه انه رئيس الوفد اللي جاي يزور المديريه تبع جميل لمرض، وطلبوا له الدكتور وجميل رح يستفقده. ايه مظبوط. الخطي المسكين رئيس الوفد مدري شو بهن لوزاته وامعائه ملتهبين والزايده الدوديه مضروبه والبنكرياس موجوع. هالشغله عم قلك شلون نفد ما بعرف. اخ لو هالفصل صاير مع صاحبنا الكاتب وسيم كانت مرته ما طالعته من البيت لو الزايده انفجرت. هديك عقله قليل بتغار على جوزها. ايه عن اذنكم لا تنسى موعدنا اليوم على العشاء. ماشي. لا جميل اليوم ما بتقدر، انت نسيان انه اليوم معزومين على عيد ميلاد رفيقتي. منيح اللي ذكرتيني، شلون راحت عن بالي هي. ماشي بنضحك. عن اذنكم لاستنى جماعتي. الله معك، مع السلامه يا ابو سمراء. الله معك. مع السلامه. بابا هلا انت امبارح وين كنت نايم؟ بالاوتيل ولا عم بيت جدو؟ الماما شو سمعت عم تقول؟ عم بيت جدو. خلاص معناتها كنت نايم بالاوتيل. عم بيت جدو. اكول انت هلا بلا لعيب، هلا بتبرد اللحمه. اهلا بالشباب. يا هلا بالشباب. يا هلا يا هلا. اهلين ام محمود. كيفك سليم؟ منيح. طمنوني شلونها؟ منو هي اللي رحتوا تشقوا عليها؟ منيحه الحمد لله منيحه. كانوا بدهم يعملوا لها عمليه قامت طابت على الدواء. سليم شلون لقيتها؟ ان شاء الله طيبه.
طيبة كتير، قد ما أقول لك قولي أكتر، يعني تكنتي معنا ودقتيها. شو هي؟ البونبونة. أني بونبونة؟ يلي ضيفونا ياها وقت اللي كنا عم نشق على رفيقتها للماما بالمستشفى. آه أيوة، صحتين وأنا سليم، أنت مو أكلت بونبونة كأني أنا أكلتها. على فكرة أبو طارق، أنا قررت أعملها للعملية، شو قلت لحالي؟ المصاري وسخ الدنيا يا بنت الصحة أهم بكتير. منين دبرتي مصاري؟ اتصلتي بابنك بخور فكان هي مدري شو يبعث لي؟ ايه منيح ذكرتني، هلا انا بحكي معه بيبعث لي مرضي ابني يقبرني، بس انت خذ لي موعد من المستشفى الله يرضى عليك ابو طارق. ايه على عيني. ايه خلصنا جميلنا نفوت نفتح الحي اولاد. يا ريتني رحت معهم، كنت اكلت بونبوني. بونبوني مامبو سوداني. مامبو ساعديك. ما بتعرف لنادي لأم محمود. تعال هون جميل، عود لشوف. عود شو بدك بأم محمود؟ مشان تساعديك. ما بدي اياها تساعدني. هيك بتتعبي بحفرون. اطمن ما راح اتعب. احسن شيء عيط له. تعال هون جميل، قلت لك ما بدي اياها يعني ما بدي اياها. ليش ما بدك يعني نادي لها؟ وانت ليش مصر لانه تروح لعندها؟ ما في شيء، بس انا بدي راحتك يعني. مرتاحه. بفقفقوا ايديك يلا. عاد انا بيت. الو الو الو، منو هاي؟ منو هاي؟ يلي اتصلت هلا. ما بعرف، انت اللي حكيتي معها. ما لحقت احكي معها، سكرت الخط بوشي لما سمعت صوتي، ما بدها تحكي معي، بدها تحكي مع جنابك. طيب طالما ما حدا رد، شو عرفك انه هاي مرة وبدها تحكي مع جنابي؟ قلبي دليلي. يسلم لي قلبك. جميل؟ يا جميل، انا ما عم امزح. ايه طيب حاضر، ما عاد امزح معي، خلص. خليني اعرف احفر كوسه بقى. احفري. خليني ساعدي. ما بتعرف. رح نادي لأم تحسين. ما بدي أم تحسين. سهام. ما بدي سهام. انا رد انا ولا تردي انت؟ طبعا انا. الو. لا حبابي، هون مو تاكسي السلام، هون تاكسي الغرام. لا ببعث لك بدال السيارة سيارتين، بس قولي لي بدك مرسيدس ولا ديزطو؟ إيه رح ابعث لك أحلى شوفيرية، بس أعطينا الاسم. سهيل؟ سهيل شو؟ إيه لحظة لخليكي تحكي مع الشوفير مشان تعطيه العنوان. تفضل احكي معه. ألو؟ الو سكرت الخط. ليش ما حكيت معها؟ مع مين بدي احكي؟ مع حبيبه القلب سهير. هلا وحده غلطانه بالنمره، طالبه مكتب تاكسي وبالغلط فتحت لعنا، بتكون حبيبه قلبي. ليش بتقولي لي هاي؟ لا سيدي هي مو غلطانه وعرفانه لوين متصله، بس هي طلعت بحجه التاكسي لانه انا طلعت لها على التليفون. قلت لك انا رد ما رديتي. تعال هون شفي. شو؟ تعال تفضل رد وسمعني مع مين عم تحكي. طيب. الو اهلين ورده، كيفك؟ يا ميت هلا. ايه بسيطه، مع السلامه. ومين هو هي ورده كمان؟ هي سكرتيرتي. يعني اذا سكرتيرتك بتشيل التكلفه بيناتكم وبتقول لها ورده حاف؟ لا خلص بكره بقول لها ورده بخبز. جميل انا ما عم امزح، المفروض تقول لها انسى ورده وهي تقول لك استاذ جميل. يا ايش عليه؟ من بكره خلص بقول لها صباح الخير انسه ورده، بتقول لي اهلين استاذ جميل، ممكن انسه ورده تناوليني البريد؟ على عيني استاذ جميل، شكرا يا ورده على الورده. وشو بدها منك هالورده؟ ما سمعتي المكالمه، اما مريضه وبدها اجازه. اخطي. وليش لا تتصل لهون؟ هون بيت مو مكتب. معك حق،
يحكي الواحد ضميره معك حق. خلص انا بكره بس شق على امها بنبهها ما تتصل فيي على البيت. نعم نعم بدك تروحي لعندها على البيت لسن هذا اللي كان ناقصني. شبك تضايقتي؟ نسيتي لما كانت امها لأمل مرضاني شو قلتي لي روح شق عليها وخذ لها باقي ورد؟ هديك شيء وهي شيء. شلون يعني ما فهمت؟ هي السكرتيره بالذات انا مو مرتاحه لبنو. لانها حلوه ونغشه وظريفه وكربوشه. لك انت من تمك كنت تقولي لي دور على سكرتيره بهالمواصفات. جميل بترجعك حاجه تذكرني بالماضي اللي راح راح. من بكره بتنقل ورده بترجع امل. ما بقدر. طبعا ما بتقدر تستغنى عن ست الحسن والجمال. اخذت لك عقلك. مو هذا السبب. لكن شو السبب؟ لانه امل اخذت استيداع من الوظيفه وبدها تشتغل ممثله مشخصاتيه يعني. ارياح عين سكرتير بدل السكرتيره. ضروري السكرتيره يعني؟ لا معك حق، السكرتير احسن اوجه. خاصة طلته هيك الصبح أنعم بعدين. لشو وردة هي؟ وردتي يا وردتي تلت أنتي نشوى المهجرين. ليك انتزعت الحنفية. بدك تضربي كم مرة أنا نبهت عليكي لا تعصي كتير للحنفية بتنتزع الجلدين ينزعوا جلدتك. طبي لا روح نادي لأبو طارق يصلح لي إياها. جميل شوف مين على الباب. ايه شو عليه؟ نشتغل عنكم نحن. وردتي يا وردتي يا محلى سكرتيرتي انت. اهلين محمود اهلا وسهلا. اجيتي بوقتك تعي ساعديها لانه بحفر الكوسه. مالي فاضي هلا ساعد حدا بحفر الكوسه بعدين بجي بحشيهم معك. ما في داعي تعصبي حالك ام محمود انا ما بدي احشيهم اليوم بدي احشيهم بكره. ابو طارق تعا ابن عمي ابو طارق يعني تعال صلح لي حنفيتي شنو عم تشرط. يلا تعال جميل وين رايح؟ رايح مع بنت مع ام محمود مشان صلح لي حنفيتها لانه عم تشر لحالها. شو الحنفيه بدها يعني الجيران كلهم؟ شو دخلك انت عامل صحيه انت ولا شو؟ ليك الحنفيه بالحمام صار لها سنتين قاعده عم تشر هلا راح تصلح حنفيتها لام محمود؟ روحي ام محمود هلا بحكي مع عامل الصحيه وبيجي بكره لعندك ليصلحها. روحي هلا. اوكي خليكي عم تحفري كوسه انت. جاجة حفرت على راسها حفرت جاجة حفرت على راسها حفرت شو عليه؟ اوكي لك اتركيني فوتي قدامي تروحي قتل. يلا انت من اين صرت بتعرف تصلح حنفيات؟ هلا حتى اجتك النخوة؟ تكرم عينك بكره بنصلي حنفيتنا وحنفية ام محمود. اختي عم تشرشر. مالك علاقة بام محمود؟ لما بدها اي مساعدة شوف لها جار غيرك. لا يا هنو شو عليه اذا ساعدناها؟ مرة وحدانية وكبيرة ونحن اقرب الناس لها بنكسب ثوابها. مو هاد حكيك؟ من يوم وراح ما في روح لعند ام محمود، ما عم تعجبني حركاتها ونفسها خضرة. حركات شو؟ ما شفتها شلون عم تتغمالك وترقص لك بحواجبها وتقول لك ابن عمي؟ كم مرة أنا قايل لك من قبل إنه هالمرة نفسها خضرة وحركاتها ما بتعجبني وعلى طول بتتغمالي وبتخربط قصداً باسمي؟ هلا حتى شفت بعيني وصدقت. شلون كنت بدك تجوزيني إياها؟ جميل، حاجة بقى، خذ الكوسات والحاجة على المطبخ. إيه شو عليه؟ شو هالشك اللي شكتها؟ دباجي. شري شري لقلك شري شري أوري. يا لطيف يا لطيف على هالهنا شو قليلة خير. شو صاير لطباعة ما كانت دي. شو اللي جرى يا ترى؟ يلا مثل قفا الطنجرة. يا حادي يا الركبي سلم لي على خور فكاني طول السير يا الضاني لك ما عاد فيني اقدر امشي. يا محمود أين أنت يا محمود؟ آه